بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم أسامة جلال، فيديو جديد عن الوعي. فيديو النهاردة هيكون عن معلومة جديدة مهمة جدا. احنا قلنا في سلسلة الوعي، أنا قلت أعتقد 3 أو 4 معلومات، وقلنا دي هتبقى خواطف سريعة، لكن بعد كده هنفصلها تفصيل مهم ودقيق وبالتفصيل شوية. بس خليني يعني كل ما بيجي حاجة على بالي أطلعها في فيديو عشان أسجلها عشان أرجع لها تاني في سلسلة هيكون الأهم والأخطر في مفاهيم وعقل من يستمع إليها. النهاردة كلمة كمان مفتاحية، أنا بدي المفاتيح مش التفاصيل قوي لسه، ديت هتفتح لك إنك تفهم الإسلام فهم سليم. وأقولها لكم للأمانة للأمانة، كثير من المسلمين ما يعرفش. طب خد المفاجأة، كثير من علماء المسلمين ما يعرفهاش وما ياخدش باله منها. ياه للدرجة دي؟ ده انت عبقري يا أسامة، ده انت في ازيك. الحقيقة مش انا اللي مكتشفها ولا انا اللي قايلها الكلمة ديت. انا تقريبا سنة 94 كنت قرأت كتاب في السيرة، الكتاب دوت علمني حاجات كتيرة جدا، فتح لي دماغي. عموما عشان العيشة هتبدأ دلوقتي هقولها لكم بسرعة، هي المرحلية. سر من أسرار فهم الدين الإسلامي هي المرحلية، المراحل. هل الإسلام كله كان مرحلة واحدة؟ هل القرآن كله مرحلة واحدة؟ هل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة مرحلة واحدة؟ الله أكبر الله أعظم. ولا لو مرحلة واحدة ده اللي بيعمل له مشكلة دلوقتي، كلنا مختلفين، كلنا مختلفين انه فاكرين كل الاحداث تمت في مرحله واحده. هو الحقيقه كان في مراحل في سيره النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثه، اقرا الى اخر ايه نزلت من القران، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث الينا الى ان قبض الى الله سبحانه وتعالى. هنشرح بعد كده ايه هي المراحل، صفات كل مرحله وخصائصها، السلوكيات لكل مرحله، الضوابط لكل مرحله، امتى نعرف طبيعه المرحله ونعرف امتى نطلع منها عشان ننتقل للمرحله بعدها وما نقعدش فيها كتير، امتى نتقبل ظروف هذه المرحله. فاحنا في مرحله النبي صلى الله عليه وسلم فات على آل ياسر وقال لهم ايه، بيتعذبوا لا يملك لهم شيئا، فقال ايه، صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما مسلمه يهوب بنو قينقاع عليهم لعنه الله، لما كشفوا عوره مسلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة تانية خالص، ما قال لهمش صبرا فلانة ولا صبرا يا أهلها، لا، خد الجيش وأجلى بنو قينقاع كلهم وطردهم بره المدينة. إيه الفرق ما بين الفعل ده والفعل دوت؟ ده اللي هنفهمه لما ندخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقسمها المراحل ونعرف أسرار ومفاتيح فهم هذا الإسلام العظيم. والكلمة ده هي البسيطة، ده هي كلمة المرحلة، أنا أكاد أقسم لكم بالله هتحل لكم ألغاز كتيرة جدا ما كنتش فاهمينها، ألغاز فوق ما تتخيل. فتابعونا قريبا إن شاء الله هنشرح ونتكلم وندردش في خواطر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست كقصة زي ما أحمد عمارة بيقول إن إحنا بناخد الحاجة قصص تاريخية وقصص، لا يا حبيبي أنت موهوم وبتوهم الناس. احنا القصص الدين بتاعنا دين حي لغايه يوم القيامه، بناخد منه عبر، نفهم اللي فات، نفهم الحالي، نفهم اللي جاي، ماشي، ونتصرف ازاي. فاستودعكم الله عشان العشاء، وحصل العشاء وديت يعني خاطره من الخواطر هنكمل عليها ان شاء الله، واستنونا. ومش ناسي الجزئيه بتاع كيف يتم غسيل الدماغ او تعقير الدماغ او اتساخ، ما تعرفش كده، هو مش غسيل ابدا، يعني مش نظافه، هي حاجه تانية. فهندرسها ان شاء الله وهنمسكها بالتفصيل، فتابعونا. وشكرا، وكان معاكم اسامه جلال.